وصلت إلى إقبال في محاولة الرابع. الله زيدان إقبال، هي ليلة الحضور المتفرد، هي أمسية الحضور الفاخر، هي أمسية الأداء الساحر. الله على أسود الرافدين، الله على أسود الرافدين في أرضية الملعب. زيدان إقبال يوقع على رابع الأهداف، يستحق ذلك زيدان، يستحق ذلك إقبال، كان يسعى من البداية. شوف التمريرة التي وصلت من العماري، استلام وحدة قوية كما جاءت. الله عليك، الله عليك، يفتح الطريق، يفتح الطريق إلى رابع الأهداف. زيدان إقبال اللاعب الساحر الممتع المثير، يقدم السحر الحلال مع المنتخب العراقي. أينما كانت المتعة كان زيدان موجود، أينما كانت الأداء الرائع كان إقبال حاضر، كان إقبال مميز، صاحب الابتسامة، صاحب الروح والحياة والحيوية في أرضية الملعب، اللاعب النشيط في أحداث هذه المواجهة، اللاعب اللي قدم لنا دقائق وفواصل ممتعة في أحداث هذا اللقاء. يسجل رابع الأهداف للمنتخب العراقي، رباعية، رباعية عراقية في أرضية الملعب، حصة تدريبية للمنتخب العراقي بالفعل. الهدف الخامس، العراق من أجل الوصول من جديد الأسود من أجل خامس الأهداف. كرة عالية في الهواء الرأسية، جول 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 جول، زيد تحسين المدافع، المدافع زيد تحسين يسجل الهدف الخامس العراقي. العراق، العراق القوة، العراق العزيمة، أسود الرافدين بالروح والإصرار، ياهي شخصية لا تعرف إلا الانتصار، إلا الأهداف، إلا الأهداف، وسط الحضور العراقي في أرضية الملعب، وسط الحضور المميز الجميل. أينما يتواجد العراق تتواجد جماهيره، تتواجد جماهير العراق وأهداف العراق ورأسيات العراق. بزيد تحسين اعتلى فوق الجميع وأودع الكرة، شوف رأسية العراق ترتفع في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء. وخامس الأهداف العراقية، خامس الأهداف العراقية، العراق يحطم ويريد تحطيم رقمه الذي كان سجله في مرمى منتخب أندونيسيا في اللقاء الأول هناك في البصرة عندما انتصر على أندونيسيا بخماسية. الآن العراق يعادل هذا الرقم وربما يسجل السادس في قادم اللحظات وفي قادم الدقائق. العراق بخامس الأهداف في أمسية اليوم، يا السلام، يا السلام على المنتخب العراقي.